إيران تمتلك أكبر عدد من عمليات الإعدام. في عام 2023 سجلت إيران أكبر عدد من عمليات الإعدام في السنوات الثماني الماضية، وبزيادة قدرها 34% مقارنة بالعام السابق. ومن المتوقع أن يصل عدد عمليات الإعدام المسجلة في عام 2023 إلى 864 سجينا على الأقل. وبسبب عمليات الإعدام السرية فإن العدد الفعلي لعمليات الإعدام أعلى بكثير، وأكثر من 36% من عمليات الإعدام 313 عملية إعدام نفذت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، وبالتزامن مع الحرب الدائرة في المنطقة. 191 من المعدومين، أي أكثر من 22% منهم من البلوش. وتم تنفيذ عمليات الإعدام بحق 26 امرأة، بالإضافة إلى 8 أطفال كانت أعمارهم أقل من 18 عاماً عند ارتكاب الجرم المزعوم. وتم تنفيذ 7 عمليات إعدام بطريقة بشعة أمام الجمهور. وفي عام 2023 لم تتوقف آلة التعذيب والإعدام التي يستخدمها خامنئي لحظة واحدة لمنع الانتفاضة. أليس قادة النظام الإيراني المجرمون يستحقون المحاكمة بناء على جرائمهم أكثر من أي مجرم آخر؟